السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديال فانجر فلوكس. اليوم هاد الفلوك غادي يكون سبيشل، مغاديش يكون في تركيا ولا غادي يكون في شي بلاد اخرى اوروبية، بل لقيت بعض الذكريات في سناب شات كتذكرني بالرحلة الاولى ديالي لافريقيا، واللي هي كانت اول رحلة في حياتي خارج المغرب. القصة بدأت في أكتوبر 2017، اللي كانت فيه مباراة ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية ما بين الفتح الرباطي ومازن بالكونغول، ماشي في الرباط ماشي في كازا، في ملعب الجحيم لوبومباتشي. الانطلاقة كانت من مدينة الرباط في رحلة جوية كتمتد لعشرات السوايع عبر طائرة خاصة، وكانت محطة توقف واحدة اللي هي في دوالة الكاميرونية لمدة ساعة. المدة الطويلة اللي قضينا في الطائرة وصلنا لوبومباتشي وتوجهنا للفندق ديال الإقامة ديال الفريق. قبل يوم من المباراة الفتح الرباطي جرى آخر حصة تدريبية في ملعب لوبومباتشي، كلشي داز مزيان. وفي طريقنا للملعب لقينا جمهور مازيمبي كيتواعدنا بطريقة كوميدية واستقبلنا برقصة الفيمبو الشهيرة.
انتهت بهزيمه ديال فريق الفتح الرباطي بهدف لصفر، وشهدت تألق حارس مرمى الفتح أيمن مجيد لصد مجموعه من الكرات. كنعتذر على الجوده ديال الفيديو، لكن مستقبلا كنوعد الناس اللي متابعين فانجر فلوكس انه غادي يتطور المحتوى ديال القناه، وغادي يكون بكاليتي احسن، وغادي يكون مستوى افضل ان شاء الله.